السجن مدى الحياة لمعلم بإندونيسيا اغتصب 13 تلميذة. حكمت محكمة إندونيسية الثلاثاء على مدرس بالسجن مدى الحياة بتهمة اغتصاب 13 تلميذة في قضية سلطت الضوء على الاعتداءات الجنسية التي تحدث في بعض المدارس الداخلية في البلاد. وأدانت محكمة باندونغ في مقاطعة جاوا الغربية المعلم هيري ويروان 36 عاما باغتصاب 13 تلميذة جميعهن قاصرات، ما أدى إلى حالات حمل لدى 8 منهن على الأقل. وأثارت القضية غضبا عارما على المستوى الوطني، إذ أكد مسؤول حكومي كبير أن الرئيس جوكو ويدودو أولى اهتماما خاصا لهذا الموضوع. واكتشفت جرائم المدرس عندما أبلغت عائلة إحدى التلميذات الشرطة بأن ويروان اغتصب ابنتهن المراهقة وتركها حاملة العام الماضي. وتبين خلال المحاكمة أن المدرس اغتصب الفتيات القاصرات على مدى 5 سنوات، ومن بينهم تلميذات متحدرات من عائلات فقيرة يتعلمن عبر منح مدرسية. وطالب المدعون بعملية إخصاء كيميائي وبعقوبة الإعدام للمتهم، الذي طالب من القاضي أن يخفف عنه ليتمكن من تربية أطفاله، فيما أفادت المحكمة بأن الحكومة ستدفع تعويضات للضحايا. واعتبر رئيس هيئة حماية الطفل في إندونيسيا أن الحكم الصادر الثلاثاء يعني أن العدالة من أجل الضحايا تحققت. من جانبه أكد فرد من عائلة إحدى الضحايا أنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لأن ويروان لم يتلقى عقوبة أشد، محذرا من أن التساهل يمكن أن يشجع معتدين آخرين لاقتراف أفعال مماثلة، وفق حديثه إلى وكالة الصحافة الفرنسية. وقال عم إحدى الضحايا إن هذا الجرح لن يلتئم أبدا ما دمنا على قيد الحياة، وربما حتى نموت، والألم الذي نشعر به لا يوصف، مضيفا لا نشعر بأننا نلقى أذانا صاغية. وتابع قائلا إذا كانت العقوبة مخففة فسيزداد عدد المدرسين الذين يعتدون على الأطفال. وتنتشر في أنحاء إندونيسيا أكثر من 25,000 مدرسة داخلية معروفة باسم بيسنترين، وتضم نحو 5 ملايين تلميذ يعيشون في مساكن خاصة بالطلبة. وسلطت قضية الاغتصاب في باندونغ الضوء على مشكلة الاعتداء الجنسي داخل بعض المدارس، إذ إن 14 من أصل 18 حالة جرى الإبلاغ عنها لهيئة حماية الطفل العام الماضي وقعت في مدارس داخلية. اشترك الآن في قناة أشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.